وحشتيني يا حياتي. يا روحي ما انت عارف انا لسه متجوز. طب اسمعي هشوفك انت. لا النهارده. سامح خليك معايا اوعي تقفلي. ها اوعي تقفلي. سامح يا روح قلبي صباح الفل. ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ لا ما انا ما بحبش النوم الكتير. ها بتعب لما بنام كتير. انا حتى كنت مستغربه نفسي قوي اليومين اللي فاتوا دول عامله كاني واخده حاجه. معلش يا حبيبتي انت جسمك تعبان طول عمرك بتشتغلي لازم تريحي شويه يا حبيبتي. امال انت كنت بتكلم مين في التليفون؟ ابدا ده واحد صاحبي كان بيبارك لي على الجواز. شكل اصحابك بيحبوك قوي ما قدروش يستغنوا عنك خالص. طيب اوكي هتعوز مني حاجه؟ ايه خارجه برضه؟ انت عارفني الا الشغل. طب وانا اروح؟ لا انت كلم صاحبك اللي كان معاك على التليفون قول له يجي يقعد معاك هنا احسن ما تتكلموا في التليفون. او روح الشركه بقى ولا انت نسيت الشركه؟ انت عارفه انا لما باخد اجازه باخدها بجد مش نص نص زيك. ماشي يا روح يلا باي باي. باي يا حبيبتي خلي بالك على نفسك. وانت كمان. ايوه حياتي كنا بنقول ايه؟ بقول لك النهارده بطلي غلاسه. طبعا مش هقدر استنى اكتر من كده. تمام اتفقنا يلا. بجد وحشتيني يا كاميليا. ماشي يا حبيبتي اديني العنوان. انا بجد من زمان كان نفسي اشوفك قاعده على مكتب. لا هاجي طبعا. لا هاجي يا حبيبتي هاجي. طب لا هاي والله يلا باي باي. انت بتكلمي مين؟ دي واحده صاحبتي. بقول لك ايه؟ من النهارده كلمه واحده ملهاش تاني، البت اللي اسمها منى لو جت الشركه تطرديها، سامعه؟ مش هقدر يا ماما. لا هتقدري، احنا مالناش دعوه بولاد سميه، احنا مش فاتحينها تكيه. انا نفسي اسالك سؤال واحد بس، بتكرهيهم قوي كده ليه؟ اللي اقوله يسمع وبس. ماما لو طنط سمية الله يرحمها كانت وحشه معاكي او حتى كانت شريره قوي فهم مالهمش اي ذنب. انا عشت معاهم عمري كله وعارفاهم كويس قوي. بقول لك ايه؟ الكلام ده انتهينا منه. اللي اقوله يتنفذ وخلاص. قولي لي بقى انت عامله ايه مع مروان؟ يعني ايه عامله ايه مع مروان؟ يعني عامل معاكي ايه؟ انا شايفاه بيتكلم معاكي الايام دي وقريبين من بعض. على فكرة الولد ده هايل، أنا بحبه وأنت كمان لازم تحبيه. لازم أحبه؟ أيوه. على فكرة أنا مش عايزة أسمع منك ولا كلمة دلوقتي، أنت هتعرفي قيمة كلامي بعدين. ماشي يا ميرا؟ بقول لك إيه يا ميرا؟ ما تروحيش البيت اللي كنت بتكلميها في التليفون دلوقتي، أنا عارفة إنها واحدة من ولاد سمية، هيجيبوكي ورا. طب ممكن تكلمي بس الأبي سميرة؟ مش هقدر، زي ما بقول لك كده، ممنوع التعامل معاكي. ممنوع التعامل معايا أنا بالذات؟ بصراحة أه، بس أنا ما كنتش عايزة أقول لك. طيب. ألو، أستاذ مروان؟ أنا منى. أنا هنا في الشركة من الصبح. بس الأنسة اللي هنا بتقولي إني ممنوع التعامل معايا أنا بالذات. طيب طيب أنا في انتظار حضرتك. لو سمحتي ما تعمليش مشكلة، أنا بنفذ أوامر وقعدتك دي هتعمل مشكلة. ممكن بقى حضرتك تستنيه في أي حتة تانية؟ طب إيه رأيك بقى إن أنا قاعدة هنا؟ ها ازيك يا حنان؟ ايه الشياكه دي كلها؟ انا طول عمري شيك، عايزه ايه؟ لا بس النهارده بزياده شويه. في ايه؟ ناويه على ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ هي حاجه من اتنين مالهمش نيل، صح؟ ايه اللي هي ايه بقى؟ يا الست تفضل تدور حوالين الراجل وتجري وراه وتروح هنا وهنا عشان توصل له، يا اما اولف وراه زي الدبور، صح؟
اصفى انت معايا ولا عليا الاول؟ جرى يا مروه انت صاحبتي يا ستي رد عليا انت معايا ولا عليا؟ معاكي طبعا. طب قولي لي لؤي قال لك ايه بالظبط وناوي على ايه؟ طب وانا هستفيد ايه؟ هنتفق برضه مش فاهم. بص يا ستي انا وانت من مصلحتنا ان احنا يكون الشركه دي في جيبنا صح؟ خلاص انت عليكي لؤي وسيبي لي انا مدحت. طب وجيه؟ ماله وجيه؟ هنا من الصبح قال ايه جاي يزور صاحبه حبيبه مدحت. هنا من الصبح؟ خلي بالك مدحت مش طايقه ومش طايق زيارته، بس سايبه هنا لحد ما انت ما تيجي عشان يعرف هتعملي ايه. بص يا ديني قلت لك عشان تعرفي ان انا صاحبتك ومعاكي. بس سيبك بقى عشان ورايا الشغل. مساء الخير. ازيك يا استاذ وجيه؟ اهلا بيك يا نسا مروه. عايز اقول لك ان انا اتبسطت جدا بلقائي معاكي امبارح وميرسي ان انت وافقتي على الدعوه. انا ما اقدرش ارفض دعوه حضرتك، يعني حضرتك شخصيه معروفه ومشهوره والناس كلها بتحبك. وعلى فكره انت لما كنتش دعيتني كنت هطلب من الاستاذ مدحت ان هو يخلينا نتقابل تاني. مروه. نعم. اخبار الايفنت الجديد ايه؟ كويس كله تمام. انا كنت جايه كمان اتناقش معاك في شويه اقتراحات. بالمناسبه انا عندي ندوه في الجريده، يعني لو حابه تشرفيني يا ريت. ولا استاذن لك من مدحت؟ لا يشرفني انا احضر طبعا. بس هو انت بتدعوني لوحدي ولا استاذ مدحت معايا؟ اكيد حاجه زي دي ما تفوتكش. والله لو مدحت يجي، بس ما اعتقدش ان هو بيبقى فاضي. والله رغم اني ماليش في الهبل ده، لكن انا عشان خاطر مروه ما عنديش اي مانع. ايتن صباح الخير. انا قلت كم مره محدش يجي يقعد هنا؟ قلت كم مره اللي عايز حاجه ياخدها من اي منفذ بيع؟ اتفضلي انت امشي، انت مرفوضه. والله يا فندم انا قلت لها بس هي اللي قلت ايه وزفت ايه؟ هو الكلام اللي انا بقوله ما بتسمعش؟ صباح الخير يا هنا. صباح الخير يا استاذ مروان. خدي اللي انت عايزاه. مروان عايز اتكلم معاك. معلش مش فاضي. لا معلش انا عايز اتكلم معاك على انفراد عشان ما يبقاش شكلك وحش، بس طالما عايزني اتكلم اوكي. انت هنا مجرد خيال مآتة وبس، مالكش علاقة بأي حاجة، ولو مش عاجبك سيب الشركة. أنت اتجننتي ولا إيه؟ أنت نسيتي نفسك؟ يا بنتي الشركة دي بتاعتي، أنت هنا ضيفة وخلاص. وأنا بقول لك كلام بقى من الآخر، وبرضه عشان الكل يبقى عنده خبر، يا جماعة أي قرار من أستاذ مروان يعتبر لم يكن، أوكي؟ والبنت دي بقى بالذات مالهاش شغل عندنا. أولاً أنا ما اسميش بنت، أنا أختك. بس احب اقول لك قدام الناس دي كلها من دلوقتي انا ما يشرفنيش اني اعرفك ولا يبقى حتى في بيني وبينك صله دم. ولو على البضاعه خديها بليها اشربي ميتها، ما تلزمنيش. انا مش هموت لو ما اشتغلتش فيها. انت الخسرانه وهيجي اليوم اللي تطلبي فيه اني اشتغل معاكي، ساعتها مش هعمل زيك، هقول عليكي غلبانه واللي فات مات. منى استني بس، خدي تعالي. على فكره بقى انت بني ادم سافله. لا 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 صدقني بقى، السفاله اللي انت بتتكلم عليها دي انت لسه ما شفتش منها اي حاجه. لا والله. ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ خليكي في حالك انت راخره. ايه ده؟ استني هنا مروان. استني خالص مروان، ثواني بس من فضلك. مش عايز اتكلم دلوقتي لو سمحت يا مين. وايه اللي مش عايز تتكلم دلوقتي؟ مروان ثانيه واحده لو سمحت. مين سيبيني في حالي دلوقتي، هكلمك بعدين دلوقتي مش قادر. ايه اللي حصل طيب؟ صباح الخير. كلميني عن التألق والجمال والحلاوه. انت مش واخد بالك انك مركز معايا شويتين؟ لا انا واخد بالي، المهم انت تاخدي بالي. انا واخده بالي. طب ده وحش يعني؟ لا صح؟ حلو. ساعات بيبقى واحد محتاج يسمع كلام حلو. طب ده انا عندي كلام كتير قوي ممكن اقوله. صباح الخير. صباح النور. كمان ايه يا عم في ايه؟ ايه يا بنت الحلاوه اللي انت فيها دي؟ واضح انك مبسوطه قوي انك هتشتغلي معانا في الشركه. جدا. من امبارح مش عارفه انام، مش عارفه هعمل ايه ولا ايه. لا انت ما تعمليش اي حاجه، انت تيجي هنا عشان تدي امر وبس. تعالي تعالي تعالي.
أوامر إيه؟ تعالي تعالي كل. أأمر ده إيه؟ أنا عايزة أثبت لكل اللي في الشركة إن أنا موظفة رقم واحد فيها. أنتِ بالشكل ده يا كاميليا مش هتبقي رقم واحد، لأ. ده أنتِ هتبقي البريمو. إيه رأيكم بقى في المفاجأة دي؟ أنا قلت أجي أبارك وهني على الشركة وعلى الشغل الجديد. مبروك يا كاميليا. صباح الخير. إيه النيو لوك الحلو ده؟ إيه ده؟ إزيك يا فريال؟ إيه يا جماعة؟ أنتوا مش هتشربوني حاجة ولا إيه؟ بقى أنا أجي أبارك لولاد حتتي، وولاد حتتي يبخلوا عليا بحاجة ساقعة؟ لا يا حبيبتي إزاي، ده أنا عندي ساقع وسخن وعصير. تعالي. معلش، اصلا انا عايزه احمد في كلمتين والله. حياتك. طب يا احمد بقى، بنت حتتك وحارتنا اوعى ترجعها مكسوره النفس، انا بحذرك. انت ايه اللي جابك هنا؟ عايزه اشتغل. تشتغلي فين؟ هنا. ليه؟ فاتحه سويق انا ولا ايه؟ يا سلام. مش معنى كاميليا يعني؟ كاميليا وعندها مؤهل عالي وكمان معاها لغات. وانا بعرف كل اللغات. اتعلمتيها فين دي بقى ان شاء الله اللغات دي؟ ماشي يا فريال، بعدين بعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. مفيش بعدين، دلوقتي. وانا ما عنديش شغل ليك يا فريال. يا سلام، ليه ان شاء الله؟ وانا ايه بقى اللي ناقصني عشان ابقى سكرتيرتك الخاصه؟ وانا مش محتاج سكرتيره خاصه. ادخل. أحمد، إيه ده؟ فريال، نورة الدنيا. كويس إنك جيت يا متولي، على فكرة أنا كنت لسه بشتكيك لأحمد وزعلانة منك جدا. بتشتكيني أنا؟ آه. ليه؟ بقى أحمد يقول لك فريال تيجي تشتغل معانا، وأنت تقول له لأ. إيه ده؟ أنا قلت كده يا أحمد ولا إيه ده؟ آه، هو لسه قايل لي كده. على فكرة أنا شاطرة وبفهم بسرعة. يا حبيبتي تنوري الشركة. شفت يا احمد، انا قلت لك متولي عمره ما هيرفض. وارفض ليه اساسا؟ وبعدين انا مين هنا عشان اقول او لا؟ ادي الكبير قاعد اهو، هو اللي في ايده القرار وهو صاحب الشركه. آه لا، ما انا قلت له ان لازم يعني ناخد رايك يا متولي. خلاص يا احمد، انا موافق. يلا. منى، مروه فين يا حنان؟ خير؟ في حاجة؟ في حد حصل له حاجة؟ عايزاها في حاجة مهمة قوي. اتفضل يا استاذ وجيه. يا مروة، استاذ وجيه صح؟ ايوه فندم. عايزة اقول بقى حضرتك ان انا اتفرجت على الحلقة الاسبوع اللي فات اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيها عن التأمين الصحي. الحلقة دي حضرتك ملهاش اي علاقة بالواقع. محدش بيتعالج على التأمين. وبعدين عايزة اقول لحضرتك الناس بتموت وانتوا بتضحكوا عليهم. استاذ وجيه انا اسفة جدا. انا هكلم حضرتك علشان نحدد ميعاد عشان نتقابل. مفيش مشكلة. انت ايه انت عملتيه يا شيخه؟ احرجتيني مع الراجل يا شيخه، حرام عليكي. ليه يعني احرجتك؟ انا بقول رايي بصراحه. فيها ايه دي يعني؟ عايزه ايه؟ عايزاكي في حاجه مهمه قوي. خير؟ عايزه اخد شغل من عندك. نعم. ايه؟ عايزه اخد شغل من عندك وانتوا بشركه ملابس وبتوزعوا في السوق، عايزه ابقى عميله عندك. وايه اللي طلعها في دماغك دي؟ الصراحه بقى حصل موقف صعب قوي مع اللي اسمها ايتم دي.